جدا. هي الاحباط سمه في مجتمعنا، يعني تحبيط الناس ده سمه في مجتمعنا وفي بيوتنا. لا خد بالك، السؤال ده سؤال عام وسؤال تعميم. سؤال التعميم لو مجتمعنا يبقى معنا كان عندنا 80 مليون بنحكم عليهم المجتمع نفسه. كل انسان على وجه الارض، وده تعميم، بتعدي عليه فترات من حياته حسب المكان والزمان، حسب الماده والطاقه والفكر اللي جاله واحساسه في الوقت ده، ممكن يكون محبط دلوقتي او محبط. شوف الانسان ييأس، ما يوجد عندنا ملائكه، الانسان ييأس ويصيبه الياس. نحن نسعى للكمال ولن نصل للكمال، هذا شيء واضح للعيان. هل ممكن حد يكون عمل كل حاجة صح وبعدين في الآخر ما وصلش للنتائج اللي هو عايزها؟ ممكن يكون عمل كل حاجة صح، ذاكر وتعب وبعدين في الآخر يسقط. ليه أنا سقطت ليه؟ ما تقولش ليه. لو أنت مش عارف السبب، لو أنت عارفه صلحه، لو مش عارفه يبقى عنده مسبب الأسباب. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف تجاهد بغير عدو؟ الله عز وجل يتكلم عن جهاد النفس الآن، والذين جاهدوا فينا. كيف أنت تجاهد بالعدو؟ عدوك هو من الداخل. أنا بقول للناس باستمرار، مش حاجة اسمها إحباط، في حاجة اسمها تجارب وخبرات ورسائل وهدايا من الله سبحانه وتعالى. ربنا بيوقفك هنا عشان يوقفك. صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أن على المسلم لا يعرف الإحباط والياس، والمسلم أيضا ويظن في الله الظن الحسن، وأنه كما قال سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أن أنت على الإنسان يحسن ظنه بربه، وإذا وقع في مشكلة وأزمة فليتلمس يعني الفرج وينتظر، لأن انتظار الفرج بالصبر عبادة.